قادش ريال بيتيس الدوري الاسباني الدرجه الاولى الجوله 31، وش ان كانت مباراه مثيره، وش ان قادش وين الشوط الاول اللي انتهى 0-0، الشوط الثاني شان اهداف وين قادش وين ايفان في الدقيقه 58 وين سجل الهدف الاول، يعني شان كريستيان في الدقيقه 79 وين عدل النتيجه لصالح نادي ريال بيتيس. بورغا لبوراغ يعني في الدقيقة 85 وين يضيف الهدف الثاني لصالح ريال بيتيس، يعني بشأن وين كانت المباراة، مباراة كانت شيقة يعني، وكانت مباراة كانت متكاملة، نقولوا كانت نقولوا 60% نسبة استحواذ ريال بيتيس، قادش 40%، شأن كيفاش سيرجيو يعني مدرب تاع قادش اللي دخل بخطة 4-4-2، شأن كيفاش وين مانويل المدرب تاع ريال بيتيس اللي دخل بخطة 4-2-3-1، يعني كل مدرب كان عنده خطة تاعو تاكتيك دو جو تاعو، شأن كلوديو في الحراسة تاع ريال بيتيس، يوسف سبايدي، شأن كيفاش مارك، شأن جيرمان شنايدلاكس، سيرجيو رودريغو، اندرياس، نبيل فقير، خون يعني خيمينيز يعني ويليان، رغم ان التغييرات وين هيكتور يعني هيكتور سانشيز، بوراك اللي دخل في الدقيقه 60 وسجل الهدف، يعني كل اللاعبين بوراك كريستيان كانوا في الاحتياط بعد دخولهم، وين عدل كريستيان وين عدل دخل في الشوط الثاني، بوراك كذلك وين عدل عن طريق وين اضاف الهدف الثاني عن طريق ضربه جزاء، يعني المباراه كانت شيقه، مباراه كانت شان كيفاش يعني ليد سام يعني في الحراسه تاع قادش، لويس الفونسو، فيكتور كارلوس روبنز، بيدريغو ايفان، لوكاس يعني الفارو، اسامه ادريسي، يعني كنقولوا بلي كانت مباراه شيقه، مباراه شاهدنا فيها اهداف، شاهدنا فيها اللعب. هذه هي الجوله 31 قادش ريال بيتيس الدوري الاسباني الدرجه الاولى.